اسمي حسين ناجد صياد، دكتور صيدلي في امريكا وراجل اعمال، مستثمر مصري امريكي بس شغلي الاساسي في امريكا. والله من ناحيه الفرح خليني احكي لك عنه. احنا بقالنا فتره كبيره بنجهز للفرح، تقريبا سنه، مجهود كبير طبعا، خصوصا ان انا مش مقيم في مصر، يعني بنزل اجازات بسيطه، بس انا مكاني الاساسي في امريكا، فطبعا ده بيعمل مجهود اكتر بالنسبه لي، ان انا لازم اخلص كل حاجه على التليفون. طبيعي هيكون في رد فعل ايجابي وسلبي. ناس كتير دعت لنا وفرحت لينا بجد من قلبها، وكانوا عارفين ان احنا تعبنا في الموضوع قد ايه، وناس شكروا في شكل الفرح ولبس العروسه، سواء حاجات كامل، سواء يعني الطريقه نفسها ما كانش فيها حاجه يعني زعل اي حد او شكل الفرح في العموم. فطبعا كان في ايجابيات كتير، وبرضو في نفس الوقت برضو في سلبيات. ناس تطلع تقول انت، يعني انا شفت ناس كتير بتقول انت بدل ما تعمل فرح سادات كنت تتبرع للفقراء، او تطلع فلوس ليهم، او بدل ما تصرف فلوس الفرح تصرف على الفقراء، وبدل المظاهر دي كلها اللي ملهاش لازمه الفرح بيخلص بكام ساعه، ما كنت يعني تحجوا او تطلعوا عمره او تسافروا بيها او تدوها للناس زي ما انا قلت اول مره. طبعا دي سلبيات. انا بس عايز ارد على حاجه. اول حاجه، الناس اللي بتقول حاجات ايجابيه وبتدعي لنا، انا يعني بشكرهم جدا على الكلام ده، لان الكلام ده بيفرق معايا كويس جدا، وبتمنى كل الناس تبقى تعمل كده. الحاجات السلبيه، الناس بتقول المفروض تعمله، يعني انا بس بستعجب من حاجه، مفيش حد يعرف اي حاجه يعني في حياتي ولا يعرف الخصوصيات بتاعتي. انا لو بعمل خير مش هروح اعلنه، ربنا اللي عارف بس قد ايه انا بعمل خير لله. انا على قد ما صرفت في الفرح ده من تكاليف، على قد ما انا طلعت خير لله قد واكتر منه بكتير. فالموضوع ليه الناس بتقول بدل ما تعمل كده كنت تعمل كده؟ طب انتوا ايه اللي عرفكم ان انا مش بعمل كده؟ مش حابب بصراحه يعني الرقم معين يتقال على النت، يعني مش احسن حاجه. هو طبعا اتكلف كتير، اكيد مش محتاج اقول لك، يعني من مطربين جامدين زي دول في المنصورة، من الديكورات، من الدراس بتاعها، من كل حاجة، تكلف كتير طبعا، بس مش يعني مش عايز اقول رقم معين، بلاش يعني.